الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد غلبت لعقود طويلة وربما لعدة قرون قضايا التقليد على قضايا التجديد، وغلبت مناهج الحفظ والتلقين على مناهج الفهم والتفكير وإعمال العقل، وابتلينا بجماعات متطرفة ومتشددة قامت بعملية انتقاء واختيار وتأويل وتفسير يوافق هواها وأيديولوجيتها النفعية، إضافة إلى من يقفون عند ظواهر النصوص دون فهم مقاصدها. ومن هنا كانت عنايتنا بفهم مقاصد الشرع الحنيف، وبخاصة فهم المقاصد القرآنية وفهم مقاصد السنة النبوية. فكان هذا الكتاب فهم مقاصد السنة النبوية بهدف الوقوف حول غاية النص وهدف النص ومرمى النص وفهم النص من خلال إعمال العقل في فهم النص. وصدرنا الكتاب بمبحث هام عن جوهر الإسلام وأهمية فهم مقاصده، مؤكدين أن الإسلام عدل كله، رحمة كله، سماحة كله، تيسير كله، إنسانية كله. يقول الحق سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولو وقفنا عند هذه الآية فهي تأكيد على التيسير، ثم يأتي ولا يريد بكم العسر تأكيد آخر على دفع الحاجة والمشقة عن هذه الأمة وعن البشرية جمعاء. ألم يقل سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فإن كان إثما أو قطيعة رحم كان أبعد الناس عنه. فالإسلام قائم على مصالح البلاد والعباد، وكل الأديان قامت على مصالح البلاد والعباد، فحيث يكون الصدق والوفاء والأمانة وصلة الرحم والجود والكرم والنجدة والشهامة وكف الأذى عن الناس وإماطة الأذى عن الطريق وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع وكساء العاري ومداواة المريض والرحمة بخلق الله، فهذا صحيح جميع الأديان السماوية. هذا هو صحيح الدين، وهذا هو فهم الدين. وحيث تجد قطيعة الأرحام والكذبة والغدرة والخيانة والأنانية وضيق الأفق والأذى والفساد والإفساد والتخريب كما تفعل الجماعات الإرهابية والضالة، فهذا يناقض دين الله ويناقض كل الأديان السماوية وكل القيم الأخلاقية وكل المبادئ الإنسانية. فمن خرج عن العدل والرحمة والأمانة ومكارم الأخلاق فقد خرج على مقتضى الأديان وعلى مقتضى الأخلاق وعلى مقتضى الإنسانية، وانسلخ إلى شيء آخر لا علاقة له بالإنسانية. فرمضان شهر العلم وشهر القرآن وشهر مدرسة العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. كل ما جاء في شأن العلم جاء في مطلق العلم. بعض الناس ربما كانوا يفهمون هذه الأحاديث خطأ أو يضيقون فهمها، فيظنون أنها جاءت فقط
في العلوم الشرعية من الفقه والتفسير والحديث. لكن انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. جاءت كلمة علما نكرة لتفيد العموم والشمول. وقوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به. بل عندما قال الحق سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لم يقل اسألوا أهل الفقه فقط أو أهل التفسير فقط أو أهل الحديث فقط أو علماء الأخلاق فقط، وإنما قال: فاسألوا أهل الذكر، أي أهل الاختصاص. فنسأل أهل الفقه في الفقه، وأهل التفسير في التفسير، وأهل الطب في الطب، وأهل الهندسة في الهندسة، وأهل الصيدلة في الصيدلة. وعندما قال الحق سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لم يخصص بالفقه أو بالتفسير أو بالحديث، وإنما شمل كل علم نافع. فالعلم كل ما جاء في القرآن الكريم في تعظيم شأن العلم، وكل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على العلم والتعلم وبيان فضل العلم والعلماء، إنما يشمل مطلق العلم النافع للإنسانية. فنحن كما نحتاج إلى علم الفقه وإلى علم التفسير وإلى علم الحديث، نحتاج إلى علم الطب وإلى علم الصيدلة وإلى علم الهندسة. والعبرة بإخلاص النية وبما ينفع الناس. ولو سألت أيهما أعلى ثوابا، قلت لك ما يحتاجه الناس في شؤون حياتهم وواقعهم. فإن كان الناس في حاجة إلى الفقهاء، ولم يكن بينهم من الفقهاء من يقوم بفرض الكفاية الفقهي، فثواب تعلم الفقه أعلى وأكبر. أما إن كان بينهم من الفقهاء من يقومون بواجب الكفاية، ولم يكن بينهم من الأطباء أو من الصيادلة أو من المهندسين من يقوم بهذا الواجب الكفائي، فالثواب أعلى لعلم الطب وعلم الهندسة وما يحتاجه الناس، والعبرة بما يحتاجه الناس في شؤون حياتهم. وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، هذا أيضا عام في مطلق العلم النافع. نحن نحتاج إلى سائر العلوم، العلوم الشرعية والعلوم التطبيقية والعلوم الحياتية. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. بل إن الآية التي يقول الحق سبحانه وتعالى فيها إنما يخشى الله من عباده العلماء جاءت في سياق الحديث عن الآيات الكونية. يقول سبحانه: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فجاء قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن من يتأملون في الكون وفي خلق الله وفي ملكوت الله يزداد إيمانهم بالله. ألم يقل سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، نشهد أنك الحق يا رب العالمين، وأن خلقك الحق، وأن قولك الحق، وأن وعدك الحق، وأن لقاءك حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كتابك حق، وأن رسولك حق. ونسألك سبحانك أن ترزقنا حسن الفهم لكتابك، حسن الفهم لسنة نبيك، حسن الفهم لديننا، وأن تعلمنا ما جهلنا، وأن تزكانا ما نسينا، وأن تهدينا إلى سواء السبيل. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، واهدنا
واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.